وايضا من الرياض ينضم الينا الاستاذ نايف عماش الحربي المحلل السياسي. اهلا بحضرتك. اهلا يا ايمان، وكل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير. اذا نتحدث الان عن هذه المحاولات من الجماعه الارهابيه التي ربما لا تتوقف، يعني حتى بعد هزيمتها في اكثر من دوله في المنطقه وبعد ان لفظتها الشعوب العربيه، الان تحاول الوقيعه واثاره العنف والفوضى في السودان. مدى خطورة الموقف كما تتابعه في السودان وتدخل هذه الجماعة الإرهابية؟ بلا شك أنا أعتقد أنه قرار المجلس الانتقالي بالذهاب إلى انتخابات بعد 9 أشهر بعد وصول الحل بين قوى التغيير والمجلس الانتقالي إلى طريق مسدود. لكن خلنا أشير إلى نقطة، أنه جماعة الأخوان من 1928 أجادت العمل السري، وهي لا تستطيع العمل إلا في الدهاليز وفي الغرف المعتمة، فبالتالي هي تلعب دور التحريك بدون ما تظهر إلى سطح. لكن أنا أعتقد أنه 30 عام من حكم البشير اللي هو مدعوم من الإخوان، واللي جابوا أصلا عام 89 الترابي وهو عراب الإخوان وهو صاحب مشروع التمكين في الإخوان. بلا شك أن الإخوان دائما يسعون لإسقاط الدولة الوطنية. لا ننسى أن انفصال السودان تم ب 2011 في هذه الحقبة يعني، فبالتالي أنا أعتقد أن الحكمة ستسود. المجلس العسكري الانتقالي سيلعب دور مؤثر، هو يحظى بدعم الدول المؤثرة في العالم العربي واللي يهمها استقرار السودان وليس التي تسعى للفوضى في السودان. هناك بلا شك دعم من مصر لأمن واستقرار السودان، من السعودية، من الإمارات، وبالتالي أعتقد أنه الإخوان دائما يحاولون أن يصطادون في الماء العكر ويخلقون بلبلة وفوضى. ولكن الأحداث أثبتت في 2013 في مصر بعد التغيير السياسي في 3 جولاي أنه الإخوان يحاولون أن يصنعوا فزاعة، أنه لهم ثقل كبير في الشارع، ولكن في اللحظة الحقيقية تجد أنه دورهم ينحسر ويتراجع. الشعب السوداني يدرك هذا أستاذ منيف، يعني من خلال متابعتك لهذا الحراك وهذه الاحتجاجات والمطالبات من السودان، هم لفظوا أصلا هذه الجماعة ويرفضون وجود الإسلام السياسي بشكل عام، يعني وليس الجماعة الإرهابية فقط. تعقيب حضرتك على هذا، هل سيستطيع الشعب السوداني والحراك قوى الحرية والتغيير والمهنيين، هل سيستطيعون السيطرة على هذه المحاولات الخبيثة من جانب الجماعة الإرهابية؟ أعتقد أنه هناك أحزاب أو معارضة تاريخية في السودان مثل حزب الأمة، الاتحاد الديمقراطي، الحزب الشيوعي، وأيضا الأحزاب المعارضة الجديدة أو المستجدة مثل المهنيين. أعتقد أنهم واعين تماما، خلينا نسميها الحركات الإسلاموية مثل ما يسميها محمد الركون، فبالتالي هم واعين أنه من فشل في الحكم 30 عاما هو نظام البشير الترابي، يعني هو اللي وصل السودان لهذه المرحلة، صعب أن يعودون. ولكن تعرفي هم يتلبسون لبوسا آخر دائما عندما يضيق عليهم الحال، قد يعودون بمسميات أخرى، ولكن أعتقد أن الشعب السوداني واعي ومدرك. وأيضا السودان لها تجربة طويلة في العمل السياسي وفي الأحزاب وفي التداول على السلطة، من وقف هذه العملية وعطلها هو ثنائية الترابي البشير، لأنه يجب أن نذكر دائما أنه ثنائية الترابي البشير هي اللي تعطلت السودان. فبالتالي أنا أعتقد القوى السياسية السودانية عارفة أنه الحركات الإسلاموية والإخوان المسلمين عطلوا تنمية السودان، وهم اللي لعبوا دور في انفصال جنوب السودان. نعم. طيب الجهات الإقليمية أيضا أستاذ منيف، يعني الجدير بالذكر أنه يعني الجماعة الإرهابية لا تعمل فقط من تلقاء نفسها، والكثير من المحللين السياسيين يذكرون أنها أداة في أيدي أخرى، هناك أطراف إقليمية ودولية تقف وراءها وتدعم هذه الجماعة الإرهابية وتوفر لها ما تحتاجه، حتى أنها تستقبل كل أعضاء الجماعة رغم تصنيفها في أكثر من دولة على أنها جماعة إرهابية. تعقيب حضرتك على تصرفات هذه الجهات الإقليمية والدولية؟ لم يعد خافيا،
يعني أصبحت الأشياء تسمى بأسمائها. يعني مشروع الدوحة هو متكي على الإخوان، أنقرة داعمة للإخوان، هناك تقاطعات بين الدوحة وطهران وأنقرة والإخوان، هناك تحالف، هناك رغبة في الهيمنة والسيطرة. فبالتالي هذه الدول يعني أصبحنا نسميها بأسمائها، يعني هذه أصبحت واضحة. أنقرة لعبت دور كبير في إيواء العديد من الإخوان الهاربين سواء من مصر أو من الخليج. أيضا الدوحة استقطبت العديد من الإخوان، يكفي أنه عراب الإخوان والرأس المدبر في الإخوان يوسف القراضاوي هو موجود في الدوحة. فبالتالي هذه الأطراف الإقليمية، لماذا أصلا المقاطعة قامت فيها الرباعية العربية الرياض والقاهرة وأبوظبي والمنامة؟ لأنه الدوحة تدعم حركة الإخوان، تمولهم. الإخوان هي حركة إرهابية، صنفت إرهابية في السعودية، وصنفت إرهابية في مصر، وصنفت إرهابية في موسكو أيضا، في العديد من الدول صنفت إرهابية. فبالتالي هي تسمية الأسماء الأشياء بأسمائها. الآن لم يعد فقط تحجيم الإخوان، أصبحنا الآن في مرحلة جدا متطورة، وهو مواجهة الدول الداعمة للإخوان والتي تقوم بمساندتهم سواء سياسيا أو ماليا أو إعلاميا، لأن الذراع الإعلامي هو من أخطر الأذرعة التي تستخدمها جماعة الإخوان. نعم. طيب، هناك أيضا فكرة أخرى أستاذ منيف أريد يعني الحديث بشأنها مع حضرتك، وهو يعني دائما ما نتساءل عن فكرة الهدف. ما الهدف في رأيك من جماعة الإخوان لما تقوم به في بهذه الدول العربية، ومؤخرا ما نشاهده في السودان أو حتى في ليبيا؟ يعني ما الهدف من الوقوف إلى جانب الميليشيات الإرهابية، وما الهدف من إثارة الفوضى والفتن في هذه الدول؟ إسقاط الدولة الوطنية. الهدف الواضح للإخوان هو إسقاط الدولة الوطنية وإقامة دولتهم الإخوانية على امتداد العالم العربي وأطراف من العالم الإسلامي. هذا مشروعهم عودة الخلافة، إقامة الدولة الإخوانية. وخلني أسمي الأشياء بأسمائها. يعني هناك لبس يحدث أحيانا في ذهن المشاهد العربي والقارئ العربي المتابع، هم لا يسعون لإنشاء دولة خلافة إسلامية، هم يسعون لإنشاء دولة إخوانية. ما يقوم فيه أردوغان أيضا هو مشروع إخواني عثماني، وليس عثماني صرف. هم يريدون إنشاء الدولة الإخوانية، لديهم ذراعهم المالي المرتكز على التنظيم الدولي للإخوان، ثروته 77 مليار دولار. فبالتالي هم هذا مشروعهم. كان درة إيمان، كان درة التاج بالنسبة لهم هو عندما حكموا مصر في 2012. ولو استتب لهم الأمر، لو التغيير السياسي وقدرة الشعب المصري على هذا التحرك، لأصبح قرار مصر هذا البلد العظيم بيد الدوحة وأنقرة. ولولا دعم الرياض وأبو ظبي للموقف المصري كان سقطت مصر في يد الإخوان. فبالتالي درة التاج بالنسبة لهم كان مصر، وبعد السيطرة على مصر يصبح سهل عليهم السيطرة على المنطقة العربية. لكن هذا هدفهم. لذلك حتى لما لو تلاحظ حتى مفرداتهم اللي استخدموها لما يتكلم، يعني عبارة لا أريد أن أقولها، عندما يتكلم واحد منهم عندما قال الوطن، قال كلمة سوقية عن موضوع الوطن. هم أيضا لا ينظرون إلى الأوطان أنها وحدة وطنية، هم ينظرون أنها وحدة جغرافية. فهدفهم إسقاط الدولة الوطنية وإسقاط مفهوم الوطن لدى الشعب. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ منيف عماش الحربي، المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض.